مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرصد، وفيها تتابعون: الهجوم على صحيفة شارلي إبدو الفرنسية يفتح جدلا حول حدود حرية التعبير، وتغطية إعلامية غير مسبوقة للحدث. في عصر الرقابة على الأخبار وتضييق على الصحفيين، حماية المصدر واجب مهني، والتشفير ضرورة لا غنى عنها. من النقش على الحجارة إلى لوحة المفاتيح، رحلة التواصل الاجتماعي بين التعريف بالنفس والتعرف على الآخر. هافانا بوجوهها المختلفة بعدسة مصور كندي، فيديو الأسبوع نشاهده في آخر الحلقة. جديد الساحات الإعلامية عربياً ودولياً في سياق مرصد الأخبار لهذا الأسبوع. دماء ورعب متنقل في فرنسا، أيام عصيبة لم يعرف الفرنسيون مثيلاً لها منذ سنين. في مقر صحيفة شارلي إبدو الكاريكاتورية الساخرة كانت البداية. مسلحان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير ويستهدفان جميع الحاضرين، مما أدى إلى مقتل 4 من كبار رسامي الكاريكاتير في أوروبا، إلى جانب 5 صحفيين ورئيس التحرير وشرطيين. انتشر هذا الفيديو للمسلحين الملثمين وهما يطلقان النار على شرطي ويغادران مقر الصحيفة الساخرة التي درجت على نشر رسوم تنال من الأديان السماوية لا سيما الدين الإسلامي. لم يكد يمر وقت طويل حتى عممت السلطات الفرنسية صورتين للشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي الهجوم. يوم الجمعة كان حافلاً بالأحداث التي رافقتها تغطية تلفزيونية غير مسبوقة، خصوصاً عبر القنوات الفرنسية، فقد حاصرت القوات الفرنسية الأخوين كواشي في بلدة دمرتان، ومسلحاً آخر يدعى حميدي كوليبالي احتجز رهائن في متجر يهودي في بورت دو فانسان، والذي نشرت صورته مع زوجته كمتهمين بقتل شرطية فرنسية. على الهواء مباشرة نفذت القوات الخاصة الفرنسية عمليتي اقتحام متزامنتين أدتا إلى مقتل الأخوين كواشي وحميد كوليبالي، إضافة لأربعة رهائن وإصابة عدد من أفراد الشرطة واختفاء أثر المتهمة الرابعة حياة بوميدين. صدرت ردود فعل عالمية رسمية وشعبية تستنكر الاعتداء على الصحافة، وشهدت باريس مظاهرة حاشدة يوم الأحد تدعو للوحدة والتعايش والحفاظ على قيم الجمهورية. لكن حسب محللين كثر، فإن ما قبل عملية شارلي إبدو ليس كما بعدها، فقد فتح جدل واسع في فرنسا وأوروبا عكسته وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت حول أسباب تنامي ظاهرة التطرف في فرنسا وما هي مسؤولية الدولة حياله، إضافة إلى حدود حرية التعبير واحترام المقدسات الدينية. مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت هي الأخرى، فمقابل واسم أنا شارلي الذي انتشر بسرعة على تويتر، ظهر آخر بصيغة أنا أحمد في إشارة للضابط الفرنسي المسلم أحمد مرابط الذي قتل في الهجوم على الصحيفة في محاولة من المغردين لمنع استغلال الهجوم لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام. وفي حين تبنى تنظيم القاعدة في اليمن عملية الهجوم على شارلي إبدو، كان تلفزيون بأف أم الفرنسي يعرض اتصالاً مع شريف كواشي مقراً بذلك، واتصالاً آخر مع كوليبالي الذي أعلن انتماءه لتنظيم الدولة الإسلامية. وقد أجرت القناة الفرنسية هذين الاتصالين قبل بدء عملية الاقتحام بدقائق. وقد هدد قراصنة الإنترنت أنونيموس أنهم سيهاجمون كافة المواقع الجهادية عبر الإنترنت في الوقت الذي تعرضت فيه صحيفة ألمانية في مدينة هامبورغ لمحاولة إحراق بعد إعادة نشرها لرسوم شارلي إبدو. ومع انشغال وسائل الإعلام بتوصيف الإرهاب وأسبابه، جاء الحديث التلفزيوني لرئيس وزراء فرنسا الأسبق دومينيك دو فيلبان محملاً الغرب المسؤولية الكبيرة في صناعة الإرهاب ليثير جدلاً كبيراً سيشغل الصحافة العالمية في قادم الأيام. عندما قرر إدوارد سنودن أن يفضح وثائق الاستخبارات الأمريكية، كان يعلم أن ما سيفعله لن يكون يسيراً ولا آمناً. كان يدرك أن مراسلاته مع الصحفيين يمكن رصدها واعتراضها من قبل من يضرهم نشر مستندات وكالة الأمن القومي الأمريكية حيث كان يعمل متعاقداً. لجأ سنودن إلى تأمين جميع مراسلاته مع غلين غرينولد الصحفي الأمريكي وقتها في جريدة الغارديان البريطانية، لكن مغامرة الرجلين كانت محفوفة بمطبات تقنية لا تحصى.
بعد أكثر من عام على سبق سنودن وغرينولد، ما زال الإعلاميون ينبشون في تلك القضية الصحفية وما حفلت به من دروس. في قصتنا لهذا الأسبوع ندرس العالم الخفي للمراسلات الصحفية وطرق حماية المصدر. The journalist has to take extra security precautions because they're the ones that are ultimately protecting the material that sources send them. When you see a video on the news of atrocities being committed by regimes, then if that source is still alive, chances are they've been using digital security tools. Yeah, whether you agree with what Edward Snowden did or not, it brought a whole ton of attention to how pervasive spying has become. استطاع إدوارد سنودن أن يوصل معلوماته إلى الجمهور، ولكن بالكثير من الجهد والوقت. فبعد أن اتخذ قراره بالنشر، كان يجب على سنودن تأمين وصول هذه المعلومات الخطرة. طلب من الصحفي غلين غرينولد تحميل برنامج تشفير بي جي بي، الذي ما زال يعتبر برنامجاً ناجحاً وآمناً لنقل المعلومات رغم مرور عقدين من الزمن على اختراعه. لكن غرينولد لم يكن ملماً بالبرنامج. لجأ سنودن إلى الصحفية الأمريكية لورا بويترس، والتي ساعدت في توصيل المعلومات إلى غرينولد. اليوم يسعى الصحفيون إلى اكتساب هذه المهارات لتأمين معلوماتهم ومصادرهم. ما استطاع سنودن إنجازه ليس إخبارنا بالتكنولوجيا التي يستخدمها الأمن الأمريكي للتجسس، ولكن إطلاع الناس على مدى تغلغل أنظمة التجسس في حياتنا. أنا أقدم تدريبات للصحفيين منذ أكثر من عامين. قبل هذه التسريبات لم يكن الحضور كثيفاً في جلسة الأمن الإلكتروني خلال أي مؤتمر. الآن لا تسع غرف النقاش للحضور. هم لا يحتاجون إلى التنصت على مكالماتك الهاتفية. يكفي أن يلموا بمعلومات عن نوع الاتصال والأشخاص ليكونوا فكرة، مثل سجل تتبع متصفح الإنترنت. هذه كلها أشياء خطرة على أي صحفي. هناك طريقتان رئيستان لكشف تحريات الصحفيين من خلال الإنترنت. الأولى تواصلهم المباشر من خلال المراسلات الإلكترونية، والثانية الأثار التي يتركها المتصفح خلال زيارة المواقع. هاتان أداتان هامتان ومجانيتان للصحفي القلق على أمنه المعلوماتي. الأولى تحول المادة إلى شفرات غير قابلة للاختراق، الثانية تحافظ على سرية تحركاتك الإلكترونية. الأداة الأولى هي برنامج بي جي بي. أنا الآن أستخدم برنامجاً مكملاً للمتصفح جوجل كروم يدعى ميلفلوب. يمكن أن أستخدمه لإنشاء مفتاح شخصي، وهو مكون من شفرة سرية أعرفها أنا وحدي وشفرة أخرى عامة يستطيع أن يستخدمها الآخرون للتواصل معي. التشفير يعني أن الرسالة لن يتم اعتراضها، ولكن ما زالت البيانات الوصفية التي خزنها متصفحك موجودة. هنا يأتي دور برنامج تور. لتتصل بشبكة الإنترنت تنتقل معلوماتك عبر سلسلة مختلفة من الخوادم المضيفة، وبين كل محطة وأخرى يعيد تور تشفير الرسالة وكأنه دخل الخادم لأول مرة، ولذا لا يمكن تتبع مرسل الرسالة أو وجهتها الأخيرة. تعلم استخدام تور وبي جي بي هو الخطوة الأولى في تأمين المصادر الصحفية. نظام سهل التعلم ولا يحتاج إلى معرفة معمقة بالتكنولوجيا يؤمن التواصل بين الصحفي ومصدره. النظام هو سيكيور دروب، صممته المنظمة الأمريكية لحرية الصحافة، والتي تدافع عن مهمة الصحافة كخدمة اجتماعية غير ربحية. اليوم تستخدمه الكثير من المواقع الخبرية لتوفير مساحة آمنة للقراء الذين يريدون إرسال معلومات إليها. Secure Drop هو نظام مفتوح لمساعدة المنبهين على توصيل المعلومات التي لديهم إلى المؤسسات الإعلامية. صممته منظمة حرية الصحافة خريف عام 2013، وقد طورناه ليكون سهل الاستخدام لأي كان. نساعد المؤسسات الإعلامية في تشغيله، ومنذ العام الماضي انضمت إلينا مؤسسات أمريكية من بينها مجلة The New Yorker ومجلة Forbes وموقع ProPublica وموقع The Intercept.
أعتقد أن المصادر على الأغلب ستتصل بهذه المنظمات لضمان أمنها. لذا فإن على المؤسسات التي تسعى إلى السبق الصحفي أن تؤمن وسائل اتصالها كذلك. الاستخبارات الأمريكية ليست بطلة جميع القصص الصحفية، فالعالم مليء بحكومات تعج أدراجها بالأسرار، وهناك من يريد أن يكشف خطرها. ورغم سعي الصحفيين إلى التركيز في البحث وتنقيح المعلومات حتى في أدق تفاصيلها، إلا أن السرعة التي يفرضها عالمنا اليوم في التجاوب مع الحدث تضع عبئاً أكبر على عاتق الصحفيين. إنه ذلك العبء الذي يضاعف من فرص الخطأ والوقوع في فخ الرقابة. للأسف لا أعتقد أن تكنولوجيا التشفير الحديثة وصلت إلى عمق المجتمع الصحفي حتى الآن، فالغالبية لا تستطيع استخدام هذه الأدوات رغم الأمن الذي توفره لعملهم. هناك نسبة لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا حتى الآن. على الرغم من كل هذه التقنيات، إلا أن الحقيقة هي أننا بشر ونخطئ ويمكن أن نخدع، وهذه فرص أجهزة الاستخبارات وغيرها في اعتراض العمل، فاعتمادهم الأول على الأخطاء البشرية. كما رأينا في قضية سنودن، يجب أن تكون البيانات المتناقلة مشفرة. يجب على الصحفي أن يعرف كيفية التعامل مع التشفير وتأمين طرق الاتصال مع مصدره، وإلا فلن يصل إلى سبقه الصحفي. تداعيات أخطاء الصحفيين في حماية أنفسهم ومصادرهم قد تكون شديدة الخطورة. في الولايات المتحدة أصبحت إدارة البيت الأبيض مهووسة بقضية المنبهين الذين يكشفون خبايا الأمن القومي. كذلك الحكومة البريطانية التي أجبرت جريدة الغارديان على تدمير جميع الملفات الرقمية الخاصة بوثائق سنودن. إنها مرحلة شديدة الحساسية في تاريخ الصحافة وعلاقتها بالمصدر والأنظمة. طبعاً من الأسهل اعتقال المصدر بدلاً من الصحفي الذي تواصل معه، ولذا على الصحفيين أن يوفروا الحماية لمصادر معلوماتهم. في عالم تريد فيه أجهزة الرقابة أن تحشر أنفها في كل أمر، تلوح المعارك القادمة صعبة وشرسة لا مكان فيها للهواة ولا لضعاف القلوب. بعد الفاصل، رحلة التواصل الاجتماعي عبر العصور، من النقش إلى الحرف إلى المطبعة، وصولاً لعصر القرية الكونية. أهلاً بكم من جديد. قد يكون عصر الإعلام بدأ أقدم بكثير مما نتصور. كان تدوين وسيلة الإنسان للتواصل والتخاطب متجاوزاً الحدود الجغرافية والزمنية ليبني حضارات متلاحقة ميزته عن باقي الكائنات. فقد سعى الإنسان منذ حقب بعيدة إلى تدوين ما يجول في خطره، فرسم على جدران الكهوف ثم خط على الجلد ورقائق النبات، حتى وصلنا إلى عصر الطباعة وآلاتها التي تدرجت جيلاً بعد جيل. مع اكتشاف الكهرباء تغيرت معالم الحضارة الإنسانية وتطور علم التواصل والإعلام لتصل الثورة الاتصالية ذروتها مع انبلاج عصر الإنترنت. معه تحول العالم إلى قرية والأخبار إلى نهر جارف لا يتوقف. رحلة عبر أزمنة التواصل الاجتماعي تأخذنا إليها قصتنا التالية. منذ بداية التاريخ برزت حاجة الإنسان إلى التواصل. عمد الأقدمون إلى خط الرسوم المعبرة عن مشاهداتهم اليومية على جدران الكهوف التي كانوا يحتمون بها من تقلبات الطبيعة والحيوانات المفترسة. مع تشكل النواة الأولى للمجتمعات البشرية ازدادت الضرورة إلى التواصل، فكانت الحروف والكلمات التي تشكلت في لغات تعددت بتعدد الأمكنة نفسها. حرص معاصرو تلك الأزمنة على تدوين ممارساتهم الحياتية وما وصلت إليه أيديهم. نقشوا على الصخور ورسموا على أوراق الشجر وجذوعه. تدوينات كثيرة ساهمت في حفظ مخزون الحضارات الأولى، تلك الحضارات التي تطورت وامتدت وانقسمت إلى أمم تتصارع من أجل السيطرة على موارد الطبيعة. صراع عزز الحاجة إلى المراسلة التي ساعدت التجمعات والشعوب إلى التنسيق فيما بينها والتوحد لحماية هذه الموارد.
كان الرسل أول من حمل المخطوطات البدائية، كانوا ينقلونها بين شيوخ العشائر وزعماء القبائل ومن هؤلاء القادة إلى رعاياهم. كانت العملية تستغرق أياماً عدة وأشهراً طويلة، وقد لا تؤدي الغرض منها في ظروف كثيرة. جاء عصر الرسائل عن طريق الحمام الزاجل، كان ثمة مدربون يقومون على ذلك، فيربطون إليه الرسائل لينقلها عبر الأراضي الشاسعة والمساحات الواسعة. البرقية أو التلغراف اختراع عجيب آخر رافق الثورة الصناعية في القرن 19، يعتمد على ترميز الحروف بنبضات كهربائية ويرسلها عبر الأسلاك إلى جهاز آخر يطبع تلك النبضات. مدت الأسلاك بين المدن وعلى حدود الدول للربط بالعواصم ومراكز القرار. تم ربط الدول ببعضها سلكياً إلى أن قام العالم الألماني هينريتش هيرتز بإنجاز أول إبراق لاسلكي عام 1888. لعب التلغراف أو ما عرف لاحقاً بالتلكس دوراً بارزاً خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. تم تطوير هذه التقنية في التخابر اللاسلكي لنقل الموجات الصوتية، فكانت الإذاعة التي ساهمت بشكل حاسم أثناء الحرب العالمية الثانية في تعزيز القدرة على التواصل ونقل المعلومات والأوامر والدعاية الإعلامية والتعبئة الحربية. بعد الانتصار الكبير لحلف شمال الأطلسي، أدرك الأمريكيون أهمية وسائل الاتصال في حسم نتائج الحرب، وازدادت حاجتهم إلى تطوير نظام للتواصل يمكنهم من نقل المعلومات وحفظها بمأمن عن عيون العدو وأذانه. فجاء عصر كل العصور، عصر الإنترنت. بدأت شبكة الإنترنت عام 1969 عندما قررت وزارة الدفاع الأمريكية إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة الأربا. كان هدفها حماية شبكة الاتصالات أثناء الحرب. ميزة هذه الشبكة أنها من دون مركز، فتم توزيع الأجهزة المرتبطة ببعضها على الجامعات ومراكز الأبحاث فضلاً عن وزارة الدفاع. ازدادت الأجهزة المرتبطة بالشبكة بشكل سريع، أصبحت على صلة بشبكات فرعية عديدة، إلى أن جاء عام 1983 حيث جرى استخدام شبكة موازية لشبكة أربا، وهي شبكة ميلنات التي خصصت للاستخدام العسكري مع الحفاظ على اتصالها بشبكة أربا، مما حافظ على قدرة وزارة الدفاع الأمريكية على رقابة الاستخدام المدني للإنترنت. فينتون سيرف انتقل من العمل في أربا إلى تأسيس MCI ميل، أول مزود لخدمة البريد الإلكتروني للاستخدام التجاري، ليعرف بعدها بأبو الإنترنت إلى جانب المهندس الإلكتروني بوب خان. Internet protocols, which I developed along with my colleague Vint Cerf, were really what enabled this whole collection of worldwide components. اليوم، بعد أن قارب عدد مستخدمي الشبكة 3 مليارات حول العالم، لم تعد تشكل الملاذ الآمن للمستخدمين. أخضعت الحكومات مزودي خدمات الإنترنت إلى رقابة صارمة في انتهاك واضح لبديهيات حرية التعبير، رقابة تعدت الأشخاص العاديين والصحفيين والمؤسسات التجارية لتصل إلى أعضاء الحكومات ورؤساء الدول. في مسيرة البشرية الطويلة نقش الإنسان على الصخر، ثم دون على جدران الكهوف وأوراق الشجر، قبل أن تصل قافلة الحضارة الإنسانية إلى عصر تتكثف فيه عملية التواصل عند لمسة بأطراف الأصابع على لوحات ضوئية. لم يخل أي من تلك الحقب من لحظات سعادة باكتشاف جديد غير مسارات التاريخ. لكن الإنسان، هذا الكائن التواصلي بامتياز، لم يقنع بعد بما بين يديه، ولم ييأس أبداً من إمكانية الدخول إلى عوالم جديدة أكثر ذكاءً ودهشة. فقرتنا الخاصة بالإعلام الجديد نبدأها هذه المرة بآخر أخبار المعارك السيبيرية المستعرة هذه الأيام بين عدد من القوى الكبرى،
فاستياء الاتحاد الأوروبي من تعاظم نفوذ محرك البحث جوجل خرج إلى العلن مع تصويت غالبية أعضائه مؤخرا على قرار يطالب بتقسيم أي شركة تقدم خدمة البحث على الإنترنت. عمليا يعني هذا القرار فصل خدمة البحث عن بقية الخدمات التجارية التي تقدمها شركات الإنترنت. وعلى الرغم من أن القرار لم يذكر جوجل بالاسم إلا أنه كان المقصود به ضمنيا نظرا لاستحواذ الشركة الأمريكية على 90% من سوق البحث على الإنترنت في عدد من دول أوروبا، ما يعطيها أفضلية مطلقة في الترويج لخدماتها على حساب الشركات الأخرى، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي نوعا من الاحتكار يتم التحقيق فيه منذ سنوات. وفي الحرب السيبرية أيضا حذر مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية الأدميرال مايكل روجرز من قدرة الصين على زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة من خلال شن هجمات إلكترونية. وأكد روجرز أن الصين بالتعاون مع دول أخرى تستطيع إغراق مساحات من بلاده في ظلام دامس بهجوم إلكتروني تنفذه في أجزاء من الثانية أو الإضرار بكثير من البنى التحتية والمرافق المحورية الأخرى. وأكد روجرز رصد برمجيات تجسس مصدرها الصين في أنظمة حواسيب تمس الحياة اليومية للأمريكيين، مطالبا بتحقيق قوة ردع مماثلة وعدم الاكتفاء بموقف دفاعي لأنه استراتيجية خاسرة. في الختام أذكركم بأننا نرحب دائما بمشاركاتكم عبر حسابات البرنامج على فيسبوك وتويتر وموقع الجزيرة دوت نت، كما يمكنكم دائما مراسلة البرنامج عبر البريد الإلكتروني marsad@aljazeera.net. وقبل أن أودعكم أدعوكم إلى التوقف عند جزء من عالم خاص جدا للمصور الفوتوغرافي الكندي لورين ريزنيك. رحلة طويلة مع الكاميرا أخذته إلى عوالم مختلفة، لكن تجربته في كوبا كانت الأكثر تأثيرا في مسيرته المكللة بجوائز كثيرة. وقع في حب هافانا فاختفى وراء عدسته ليترك لها حرية التنقل بين الأحياء الفقيرة والأسقف الملونة وأمسيات جدات يتحدثن بين الشرفات المتباعدة وأطفال بألعابهم البسيطة عند عتبات البيوت. صور أكثر من 300,000 صورة في كوبا، بعضها تم جمعه هنا وبتقنية خاصة، فأصبحت اللقطات الثابتة عالما يتحرك ويتحدث. مشاهدة طيبة وإلى اللقاء. إلى جانب 5 صحفيين ورئيس التحرير وشرطيين. انتشر هذا الفيديو للمسلحين الملثمين وهما يطلقان النار على شرطي ويغادران مقر الصحيفة الساخرة التي درجت على نشر رسوم تنال من الأديان السماوية لا سيما الدين الإسلامي. لم يكد يمر وقت طويل حتى عممت السلطات الفرنسية صورتين للشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي الهجوم. يوم الجمعة كان حافلاً بالأحداث التي رافقتها تغطية تلفزيونية غير مسبوقة خصوصاً عبر القنوات الفرنسية، فقد حاصرت القوات الفرنسية الأخوين كواشي في بلدة دمرتان ومسلحاً آخر يدعى حميدي كوليبالي احتجز رهائن في متجر يهودي في بورت دو فانسان، والذي نشرت صورته مع زوجته كمتهمين بقتل شرطية فرنسية. على الهواء مباشرة نفذت القوات الخاصة الفرنسية عمليتي اقتحام متزامنتين أدتا إلى مقتل الأخوين كواشي وحميد كوليبالي، إضافة لأربعة رهائن وإصابة عدد من أفراد الشرطة واختفاء أثر المتهمة الرابعة حياة بوميديان. صدرت ردود فعل عالمية رسمية وشعبية تستنكر الاعتداء على الصحافة، وشهدت باريس مظاهرة حاشدة يوم الأحد تدعو للوحدة والتعايش والحفاظ على قيم الجمهورية. لكن حسب محللين كثر وأخرى يعيد تور تشفير الرسالة وكأنه دخل الخادم لأول مرة، ولذا لا يمكن تتبع مرسل الرسالة أو وجهتها الأخيرة.
تعلم استخدام تور وPGP هو الخطوة الأولى في تأمين المصادر الصحفية. نظام سهل التعلم ولا يحتاج إلى معرفة معمقة بالتكنولوجيا يؤمن التواصل بين الصحفي ومصدره. النظام هو Secure Drop، صممته المنظمة الأمريكية لحرية الصحافة والتي تدافع عن مهمة الصحافة كخدمة اجتماعية غير ربحية. اليوم تستخدمه الكثير من المواقع الخبرية لتوفير مساحة آمنة للقراء الذين يريدون إرسال معلومات إليها. Secure Drop هو نظام مفتوح لمساعدة المنبهين على توصيل المعلومات التي لديهم إلى المؤسسات الإعلامية. صممته منظمة حرية الصحافة خريف عام 2013، وقد طورناه ليكون سهل الاستخدام لأي كان. نساعد المؤسسات الإعلامية في تشغيله، ومنذ العام الماضي انضمت إلينا مؤسسات أمريكية من بينها مجلة The New Yorker ومجلة Forbes وموقع ProPublica وموقع The Intercept. أعتقد أن المصادر عممت السلطات الفرنسية صورتين للشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي الهجوم. يوم الجمعة كان حافلاً بالأحداث التي رافقتها تغطية تلفزيونية غير مسبوقة، خصوصاً عبر القنوات الفرنسية، فقد حاصرت القوات الفرنسية الأخوين كواشي في بلدة دمرتان، ومسلحاً آخر يدعى حميدي كوليبالي احتجز رهائن في متجر يهودي في بورت دو فانسان، والذي نشرت صورته مع زوجته كمتهمين بقتل شرطية فرنسية. على الهواء مباشرة نفذت القوات الخاصة الفرنسية عمليتي اقتحام متزامنتين أدتا إلى مقتل الأخوين كواشي وحميد كوليبالي، إضافة لأربعة رهائن وإصابة عدد من أفراد الشرطة واختفاء أثر المتهمة الرابعة حياة بوميديان. صدرت ردود فعل عالمية رسمية وشعبية تستنكر الاعتداء على الصحافة، وشهدت باريس مظاهرة حاشدة يوم الأحد تدعو للوحدة والتعايش والحفاظ على قيم الجمهورية. لكن حسب محللين كثر، فإن ما قبل عملية شارلي أبدو ليس كما بعدها، فقد فتح جدل واسع في فرنسا وأوروبا عكسته وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت حول أسباب تنامي ظاهرة التطرف في فرنسا وما هي مسؤولية الدولة حياله، إضافة إلى حدود حرية التعبير واحترام المقدسات الدينية. مواقع التواصل الاجتماعي أخدعت الحكومات مزودي خدمات الإنترنت إلى رقابة صارمة في انتهاك واضح لبديهيات حرية التعبير. رقابة تعدت الأشخاص العاديين والصحفيين والمؤسسات التجارية لتصل إلى أعضاء الحكومات ورؤساء الدول. في مسيرة البشرية الطويلة نقش الإنسان على الصخر، ثم دون على جدران الكهوف وأوراق الشجر، قبل أن تصل قافلة الحضارة الإنسانية إلى عصر تتكثف فيه عملية التواصل عند لمسة بأطراف الأصابع على لوحات ضوئية. لم يخلو أي من تلك الحقب من لحظات سعادة باكتشاف جديد غير مسارات التاريخ. لكن الإنسان، هذا الكائن التواصلي بامتياز، لم يقنع بعد بما بين يديه، ولم ييأس أبداً من إمكانية الدخول إلى عوالم جديدة أكثر ذكاءً ودهشة. فقرتنا الخاصة بالإعلام الجديد نبدأها هذه المرة بآخر أخبار المعارك السيبيرية المستعرة هذه الأيام بين عدد من القوى الكبرى. فاستياء الاتحاد الأوروبي من تعاظم نفوذ محرك البحث جوجل خرج إلى العلن مع تصويت غالبية أعضائه مؤخرا على قرار يطالب بتقسيم أي شركة تقدم خدمة البحث على الإنترنت. عمليا يعني هذا القرار فصل خدمة البحث عن بقية الخدمات التجارية التي سرية أعرفها أنا وحدي، وشفرة أخرى عامة يستطيع أن يستخدمها الآخرون للتواصل معي. التشفير يعني أن الرسالة لن يتم اعتراضها، ولكن ما زالت البيانات الوصفية التي خزنها متصفحك موجودة. هنا يأتي دور برنامج تور.
لتتصل بشبكة الإنترنت تنتقل معلوماتك عبر سلسلة مختلفة من الخوادم المضيفة، وبين كل محطة وأخرى يعيد تور تشفير الرسالة وكأنه دخل الخادم لأول مرة، ولذا لا يمكن تتبع مرسل الرسالة أو وجهتها الأخيرة. تعلم استخدام تور وPGP هو الخطوة الأولى في تأمين المصادر الصحفية. نظام سهل التعلم ولا يحتاج إلى معرفة معمقة بالتكنولوجيا يؤمن التواصل بين الصحفي ومصدره. النظام هو Secure Drop، صممته المنظمة الأمريكية لحرية الصحافة والتي تدافع عن مهمة الصحافة كخدمة اجتماعية غير ربحية. اليوم تستخدمه الكثير من المواقع الخبرية لتوفير مساحة آمنة للقراء الذين يريدون إرسال معلومات إليها. Secure Drop هو نظام مفتوح لمساعدة المنبه نارا على شطي ويغادران مقر الصحيفة الساخرة التي درجت على نشر رسوم تنال من الأديان السماوية لا سيما الدين الإسلامي. لم يكد يمر وقت طويل حتى عممت السلطات الفرنسية صورتين للشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي الهجوم. يوم الجمعة كان حافلاً بالأحداث التي رافقتها تغطية تلفزيونية غير مسبوقة خصوصاً عبر القنوات الفرنسية، فقد حاصرت القوات الفرنسية الأخوين كواشي في بلدة دمرتان، ومسلحاً آخر يدعى حميدي كوليبالي احتجز رهائن في متجر يهودي في بورت دو فانسان، والذي نشرت صورته مع زوجته كمتهمين بقتل شرطية فرنسية. على الهواء مباشرة نفذت القوات الخاصة الفرنسية عمليتي اقتحام متزامنتين أدتا إلى مقتل الأخوين كواشي وحميد كوليبالي، إضافة لأربعة رهائن وإصابة عدد من أفراد الشرطة واختفاء أثر المتهمة الرابعة حياة بوميديان. صدرت ردود فعل عالمية رسمية وشعبية تستنكر الاعتداء على الصحافة، وشهدت باريس مظاهرة حاشدة يوم الأحد تدعو للوحدة والتعايش والحفاظ على قيم الجمهورية. لكن حسب محللين كثر فإن ما قبل عملية شارلي أبدو ليس كما بعدها، فقد فتح جدل واسع في فرنسا وأوروبا عكسته وسائل الإعلام ومواقع رهائن في متجر يهودي في بورت دو فانسان، والذي نشرت صورته مع زوجته كمتهمين بقتل شرطية فرنسية. على الهواء مباشرة نفذت القوات الخاصة الفرنسية عمليتي اقتحام متزامنتين أدتا إلى مقتل الأخوين كواشي وحميد كوليبالي، إضافة لأربعة رهائن وإصابة عدد من أفراد الشرطة واختفاء أثر المتهمة الرابعة حياة بوميديان. صدرت ردود فعل عالمية رسمية وشعبية تستنكر الاعتداء على الصحافة، وشهدت باريس مظاهرة حاشدة يوم الأحد تدعو للوحدة والتعايش والحفاظ على قيم الجمهورية. لكن حسب محللين كثر فإن ما قبل عملية شارلي أبدو ليس كما بعدها، فقد فتح جدل واسع في فرنسا وأوروبا عكسته وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت حول أسباب تنامي ظاهرة التطرف في فرنسا وما هي مسؤولية الدولة حياله، إضافة إلى حدود حرية التعبير واحترام المقدسات الدينية. مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت هي الأخرى، فمقابل واسم أنا شارلي الذي انتشر بسرعة على تويتر ظهر آخر بصيغة أنا أحمد في إشارة للضابط الفرنسي المسلم أحمد مرابط الذي قتل في الهجوم على الصحيفة في محاولة من المغردين لمنع استغلال الهجوم لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام. وفي حين تبنى تنظيم القاعدة في اليمن